الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد السابع وهو كتاب الإيمان، قال: والمصائب سببها الذنوب، والمصائب سببها الذنوب، لقول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولقوله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ولقوله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يا ناس، الله رسل لكم الرسل، أرسل إليكم رسلا ليردوكم إلى ربكم سبحانه وتعالى. الرسل دي الله رسلهم عشان يردوا العباد إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تخلي الطواغيت، ما تعتر تنادي شيخ: يا فلان الحقنا، ولا تروح منك حاجة تمشي لفكي تقول له شوف ليه رايحة وين، ولا تحلف بفكي تقول وحات فلان، ولا تقول فلان بدي الجنة. ده كله يا جماعة من الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في القرآن: قل أندعو من دون الله، قل أندعو من دون الله، هل ننادي غير الله سبحانه وتعالى؟ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. زول يا جماعة بعد يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد يهتدي ويعرف الحق ويسلك طريق الحق، تاني يرجع وراء ينادي غير الله ويستغيث بغير الله ويعتر: يا فلان ويا علان، وانهمونا والحقونا وكذا وكذا. ورب العزة والجلال قال ليك: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، والله الذي لا إله غيره. دعاء غير الله شرك، ده الشرك يا ناس، ده كفر. الناس ما زعلوا مننا يخليون يابوا الحق. انت زعلان مننا صح، اي ازعل مننا نحن، لكن ما تاب الحق. لما يدوك القرآن الواضح والسنة المفصلة المبينة التي هي أوضح من هذه الشمس، انت يا أخي أقبل الحق. الله مدح سبحانه وتعالى أقواما في القرآن فقال: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من البينات، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. الله قال سبحانه وتعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخر الآيات. ده ما معناه النصارى كويسين، ما كويسين، بيقولوا الله تعالى الثلاثة، لكن في بعضهم آمن قبل الحق، الله مدحه سبحانه وتعالى لأنه آمن ولأنه قبل الحق. فإنتوا يا جماعة، الله رسل لنا رسل، والرسل ديل فارقوا الدنيا، أتباع بلغونا الدعوة. الدعوة دي كون وصلت لنا ونحن خالفنا فيها شيء كثير، الله ابتلانا بالأشياء دي، بالغلا وبالجوع وبالعطش وبالتعب وبصفوف البنزين. ناس يا اخ صف البنزين اكثر من صف الصلاه، ليه اكثر؟ ليه يا اخي عربات
تدور من البلد تمشي بلاد تانية يقولوا ده صالح يشيلوا التراب يسفوه، والله الذي لا إله غيره. واحد يا أخي قال لي عمه مشى المغرب مرتين زيارة لشيخ هناك اسمه أحمد التجاني، مرتين مشى المغرب كم ساعة في الجو، وليأسي مرة واحدة لبيت الله حج فيها ما في ولا مرة. ولذلك يا جماعة الناس تتعلق بالله سبحانه وتعالى. ناس دي مجود ساي عمك جاري أسي بالركشة بيجاي قال الغلا الغلا، والناس ما عارف الغلا بيد منو، الناس ما عارف الرزق عن منو. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. يا أخي نحن ليه ما نشكر الله؟ يعني الله بيبتلينا نسخط زيادة، يعني أسي لو البنزين ده صف، لو الناس كلها شكرت الله على الشيء البسيط الموجود ده، العيش صف، لو الناس شكرت الله على الشيء البسيط الموجود ده بيزيدوا ولا ما بيزيدوا؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ناس ترجع الله إلى الله سبحانه وتعالى وتوحد الله جل وعلا. الشافع يا جماعة ولدوا ليكم زول الله اداه شافع اداه جنى ما يعلق فيه كمون، ما في كمون بينفع له شافع. الله جل وعلا قال في القرآن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والله ضرب لنا مثل في القرآن سبحانه وتعالى قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، والكلام ده لو طبقناه والله الله يرحمنا في الدنيا والآخرة، غلى يزول، أمراض تقيف، الابتلاءات تخف، أشياء كثيرة جدا، حتى المرض لو ما وقف الكلية بخف. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يا أخي رب العزة والجلال ضرب لنا مثلا في القرآن فقال سبحانه وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. الرجل ده جاي مسرع من بعيد، جاء مسرعا، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وين الليلة الناس اللي بيقولوا تابعوا الرسل وحدوا الله؟ يا أخ شباب تلقى الركشة كلها ترجف، ماله غنية غنية يقول له غنية غربية تر 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 ترجف وراء البص، تركب هذا يشغلوا محاضرات ودين وآيات وأحاديث نلقاهم شغالين، يا ريس وقف المركب خلي الشباب يركب دار يغرقهم معه، وتركب عربية تلقاهم شغالين وما مشكلة والمشكلة ريتك بقت هي المشكلة، وروني في نص البحر والقاش راح الخل الشرق، ولو نبدأ من حتى نبدأ من الصفر يا أخ صفر بتاع شنو؟ ونحن فتنا الصفر للسالب بغادي لو ما رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. ناس ده يا جماعة ترجع إلى الله، دعوات كلها باطلة يا أخي. ناس أندية شغالة مصارعة وضمنة وكشتينة وما بعرف محلات، قل لك العيش صف وجعانين يا مولانا، العيش بقت بجنيه، محلات الصعود فاتحة كيس الصعود بخمسة جنيه والعيشة بجنيه، يصرخوا في العيشة يقول لك العيشة كعب ها وجنيهين وثلاثة وغيره. ولذلك يا جماعة الناس ترجع إلى الله، توحد الله يا أخي. الناس دي تشكر الله سبحانه وتعالى، الناس دي تستغفر، والناس يا أخي منول عليك الله رفع يدي قال يا الله الأمة السودانية دي أهديها للحق وفرج عنهم وتجاوز عنهم. الله قادر يفتح على الناس ولا ما قادر سبحانه وتعالى؟ لكن الناس يا أخي بيجاي بيقفوا صف بيمشوا يستحموا من العرق طوالي بشغلوا مسلسل، يعني مصرين يعصوا الله سبحانه وتعالى، يقفوا صف تلقاهم شغالين في الموبايل يحضروا في الأفلام، يقفوا صف ويأخروا الصلاة، ويقفوا صف ويدردموا في الصعود عشان يقفوا فوق ولا تحت ويسجروا ليك يا جماعة. كلام كثير جدا. فالناس يا جماعة توحد الله، ناس عقيدتها تبقى في الله تمام، ما تعلق في الطفل حاجة، الله هو اللي بيحفظه سبحانه وتعالى. فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. والبلد دي وغير من بلدان المسلمين، الناس دعوة زور ركب معاك في الركشة عتر قال يا فلان طوالي وقفه، قل لي فلان ده
موجود معاك ولا غايب؟ فلان ده حي ولا ميت؟ قال لك والله فلان ده صالح ومات ولا غايب؟ قل له الله سبحانه وتعالى قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. عليك الله الكلام ده ما واضح؟ هسي دار لي شرح الله يجزيك خير. ده من الدفار قال لك واضح فوق هناك من الجام شتان بين ده وبتاع ذاك الجبيل عمك ذاك. والله قال كلام واضح ولا دار لي شرح. وتوكل على الحي يا تحي الذي لا يموت. والحي المبموت ديل كم؟ واحد بس المبموت. لأنه قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما تعتمد على زول ميت، لأنه أنت بتنادي فلان أنت في كربة عربيتك دار تنقلب، فلان مات، الكربة الأشد إنك عربيتك دار تنقلب ولا الكربة الأشد إنه تموت مرة واحدة؟ الكربة الأشد إنك تموت، وزولك ده ميت يعني كربته أشد من كربتك، كيف تناديه؟ ومصيبته أكبر من مصيبتك. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت وما عنده شيء، انت هسي عندك جيب تاخد في قروش، الميت في كفن فيه جيب؟ لقاك كفن انت فيه جيوب؟ في زول ميت شايل معاه موبايل جوا وشاحن بيخده بجنبه في بيغزه بجنبه في 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 القبر؟ ما امشي يا اخي، نازل ما فارق الدنيا. الحي ده بيدعو للميت بالرحمه، مش الميت يدعو للحي. وما تقول صالح، صالح ده لنفسه. ما بتصدق القران؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يا أخي في ناس قالوا أن احنا أجدادنا أنبياء، أجدادنا أنبياء. الله قال لهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وبعدين يوم القيامة فقي شيخ ولي غيره بيجر منك كلامنا لسي التمابيه ده. أقرأ القرآن، الله جل وعلا قال في القرآن يوم لا تملك نفس لنفس شنو؟ شيئا، والأمر يومئذ لله. والله جل وعلا قال إن يوم الفصل فصل، بعدين في فصل، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. شوف الكلام ده واضح كيف قال يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، عشان ما تقول أنا ماسك في ولي فلان. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. يا أخي الله ذا رحمن، يا أخي الله ذا رحيم، يا أخي أدعو قول يا الله أنا غلطة وأنا أذنبت، سمعت الغنى وشربت السجائر والصعود وبنقو سكرت ولخبطت وعملت، يا الله أنا غلطان توب علي أغفر لي، بيغفر لك ولا ما بيغفر لك؟ بيغفر يا أخي. قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وما تتعلق به شيخ ولا بولي ولا بفكي، والله يجروا منك بعدين. دار تصدق كلامنا ده؟ اقرا سوره عبسه، اي زول يقول لك انا عقدت في فلان قل له اقرا سوره عبسه بس. قال تعالى فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه، اخوه بيجر منه، هو بيجر من اخوه، ده بقفل الدرويش بتاعه اللي عقدته فيه. يوم يفر المرء من اخيه وأمه وأبيه، زول بيجر من أمه بيقفل الحوار بتاعه، وأمه وأبيه وصاحبته يعني الزوجة وبنيه، ولده بيجر منه، مرته بيجر منه. ليه؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما فاضي لك، نفسي نفسي بس. شكايا الله جل وعلا قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ودي دعوتنا يا جماعة، ما فيها نبز. اوعى يقول لك ده اللي بينبذوا الاموات، ده ما نبذ. ما في زول قال الميت فلان في النار، ما في زول قال كده. لكن قال لك دربه ده بودي النار، لكن هو في الجنه ولا النار ده علمه عند الله، ما عندنا وحي عنه. قال لك زول مات
أبو بكر رضي الله عنه قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا شنو؟ قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي. الكلام ده فيه نبز، الله يزالكم فيه نبز. طيب نحن لما نقول من كان يعبد شيخ فلان، شيخ فلان مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ليه يقولوا نبز؟ وأبو بكر قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. انت ما تركز بالراحة. النبز ده يا جماعة معروف، تقول له زول ينعل أبوك ينعل جدك ووش الكعب يجيب التعب ووك، ده نبز ولا ما نبز؟ ده نبز وضانك ووك إلى آخر. نحن ما لعن أبو زول ولا أم زول ولا ابن العن أبو زول. نحن قلنا لك فلان ده مات، هسه تقول لهم شيخ فلان مات ولك نبزتوه. طيب نحن قلنا مات نبز، انت عندك شيخ فلان ده المدفون ده حي ولا ميت؟ بالراحة كده، الزول ده حي دفنه حي ولا ميت؟ ميت. طالما ميت توكل على الله الحي الذي لا يموت، واجعل عقيدتك فيه، جدع الحجبات، كشح التراب، ما تتبرك بتراب، ما تطوف في قبة، لأن الله قال لك تطوف في محل معين. قال وليطوفوا بالبيت شنو؟ العتيق، بيت هناك. ولذلك يا جماعة دي دعوتنا والله، ولا دارنا شاكل زول، ولا دارنا نسيب زول، ولا دارنا ننبي زول. أستلجأ إلى الله يا أخي. ودي كلمة أنا أخيرة أختم بها، لو زول قال لك خلي شيوخك وامسك في شيوخي أنا، كلامه يكون شين، لكن يقول لك خلي شيوخك وشيوخي ونبقى عقيدتنا في الله الكريم الرحمن الرحيم، كلام ده بزعل عليك والله بزعل. والناس يا جماعة دي الرسالة، ودي الدعوة، ودي دعوة الرسل، ودي جاء بها الرجل ده من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. بعد قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون. الدعوة تكون واضحة وتكون مفصلة، والناس الحمد لله بتفهم. والشباب دي احنا نشكرهم والله جميعا، والله الذي لا إله غيره، كل الناس الحضروا دي كبارا ورجالا وشباب. يا أخي واحد أقسم بالله في مدني مشينا تكلمنا بعد العصر زي الوقت ده، جاب ركشة وقف، أقسم بالله الذي لا إله غيره، انتهت الحلقة قبل ما تنتهي الزول ده بس مركز بيسمع كده فيه خير. جاته مرة قالت له مشوار، قال لا الليلة ما في مشوار، الليلة دين بس. قال والله انت عارف انتهت الحلقة الزول ده والله في رك شاب شاب زول قوي كر قاعد يبكي. قال انتوا من زمان وين يا اخي؟ يا اخي ما تجوا تذكرونا يا اخي، ما تجوا كذا. الناس دي فيها خير يا زول، ما يغشوك، ناس تبلغ الدعوة وتنتشر ان شاء الله. يا اخي واحد بتاع سيليسيون في منطقة ده بخد في السيليسيون، جا لي واحد ببيع حجبات، مرة قال السيليسيون قال لي بتاع الحجبات ما بسوون اي شيء، الله بس فوق دخل تاني الشغل اموره ما واضحه ده، لما منعنش ذاته. ولكن الناس توحد الله، حافظوا على الصلاة واسمعوا الحلقات واستفيدوا وابقوا احرار، لا تبقوا صوفية لا انصار سنة لا اخوان مسلمين لا تكفيريين لا دواعش، ابقوا مسلمين بس. كلام ده سمح ولا كعب أجل؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.